ودي ارجع، ايش سويتوا انتم في فتره كورونا؟ وين تدربتي؟ هذا سؤال للجميع بس باخذكم فردا فردا. انا اوريدي موجود عندي صاله مجهزه كل تفاصيلها، فبالعكس جتني فرصه انه انا اتدرب واشتغل على تكنيكاتي ومهاراتي واطورها بالتدريب والتدرب. برضو اتاحت لي الفرصه اني اقدم الكورس عن بعد عن طريق مثلا البرامج اللي هي المتاحه حاليا، فالكورسات اللي والتدريبات اللي عن بعد اتابع متدرباتي ومدرباتي عن بعد. ناخذ اجازه لاني كنت قبلها قبل الحجر باسبوع تقريبا كنت في ابها اقدم اللي هي دوره فنون دفاع النفس اللي مع اعداد القاده والوزاره العامه للرياضه. فكانت لي فرصه اني اخذ اجازه ريفريش. وش اسمه ويرتاحون العالم من اي لكمه ممكن أيضا. يتفادون يتفادون. طيب انا عندي جدار بنيته في بيتي للتمرين وكنت أتمرن عليه، حتى أولادي كانوا بيتمرنوا عليه. عامة كل متسلق تقريبا عنده يكون جدار للتمرين في البيت، بيكون صغير بس للتركيز على الأيادي والأصابع، إنه تقوية الأصابع عشان مع الوقت إذا الإنسان ما يتسلق كثير ممكن تضيع منه العضلات، نفس الأصابع تبدأ تضعف. ولما يبدأ مرة تانية يتمرن في التسلق يرجع لازم من أول جديد، ما بدل ما إنسان يتفادى هذا كل اللي هو تضيع وقت دائما يجلس في البيت يقوي أصابعه، هذا مرة مهم. طبعا غير كده كنت تمرينات اللي هي كالستانكس، أعمل أقوي بدن يعني جسمي، اللي هي أركز على العضلات اللي أحتاجها في التسلق، عشان في التسلق طبعا إحنا نستخدم كل عضلاتنا، حتى في عضلات ما يعني الإنسان عامة يقول ما يعرف إنه هي موجودة، بس لما الإنسان يتسلق يبدأ يحس فيها. لازم نقوي جسمنا من كل النواحي. جميل جميل. هي لها مدربين طبعا؟ ايوه اكيد، انا مدربه تسلق، بعلم اساسيات التسلق للسيدات والرجال. يعني رياضه التسلق تعتبر رياضه مجتمعيه، بدات في السعوديه، هي تعتبر رياضه جديده. يعني انا لما بدات، انا بدات قبل 8 سنين، رياضه تقريبا ما كانت موجوده في السعوديه، فقط بعض الأشخاص من أوروبا اللي كانوا بيمارسوها. السعوديين كان لسه ما يعرفوا عنها، يعني هي في العالم عامة رياضة تعتبر لسه جديدة. ولكن لما دخلت فيها وبدأت يعني أدخل فيها صار يعني تعتبر هذه رياضة جديدة للرجال والنساء، وأي تدريب تعملها جديدة جميل. للنساء والرجال. رح نتكلم عن الاتحاد وعن دوركم في الفترة الجاية، ولكن عنود وين تدربتي في فترة كورونا؟ والله يعني أحب أشكر النادي اللي كنت أشتغل فيه لأنهم أعروني يعني الأدوات اللي أحتاجها في البيت، ففي غرفة صغيرة عندي في البيت، للأسف أني ساكنة في شقة، فيعني الصعوبة بالنسبة لي كانت ما أقدر مثلا أرمي الوزن، لازم أنزل الوزن بشويش. وبالإضافة إلى التدريب عن بعد ما تغير على شيء فيه، لأنه من أول أصلا أنا أتدرب عن بعد مع مدربة، فالبرنامج التدريبي من أول، يعني طريقة التدريبي كانت عن بعد، فاللي اختلف عليه فقط المكان. شريفة وين تدربتي؟ أنا برضو عندي مساحة حلوة في البيت مجهزتها عشان أتدرب فيها، وكنت أستخدم برضو قنوات التواصل الاجتماعي، وقدمت طبعا كلاسات جماعية وفردية برضو. جميل جدا. أسماء؟ أنا بدون أدوات استبدلت الأدوات الموجودة بالنادي بالبادي ويت وبعض الأدوات الحرة الفري ويت، لأنه اللي يفهم بالرياضة وعنده خلفية واسعة بالرياضة يعرف أن الرياضة مو محددة بمكان ولا بأداة ولا بأجهزة، بس بالتكنيكس والبدائل لها. جميل. مضاوي؟ في البيت كمان، يعني في مكان إن أنت سيوفكم معكم في البيت، جبنا والجزم والأشياء اللي نحتاجها، فتكون الكلاسات إنه عشان ما تروح اللياقة وقوة اليد إنها ما تروح، عشان مع السيف مع الوقت أكيد إنه يتعب. نعم. فالحمد لله الكلاسز هذه قاعد تساعد انها ما تروح. طيب تبغين ناخذ فاصل؟ مضاوي يلا اكثر واحد تبغى ناخذ فاصل، فاصل ونعود لكم بعد قليل.